نروح بقى لخبر معانا مهم جدا. اعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميا مع الانجليزي ستيفن جيرارد، اسطوره ليفربول وكره القدم الانجليزيه، عشان يتولى الاداره الفنيه لفريق بدءا من الموسم المقبل، وذلك بعد عوده جيرارد لمقعد القياده الفنيه بعد 8 اشهر من اقالته من تدريب فريق استون فيلا الانجليزي، اللي تراجعت معاه النتائج شويه كده في الاخر ودخل في دوامه الهبوط. وسبق لجيرارد كمان تدريب فريق رينجرز الاسكتلندي بدايه من موسم 2019-2020، وقاد الفريق للعوده لمنصات التتويج تاني بحصد لقب الدوري الاسكتلندي في تاني مواسمه بشكل مميز، انهى الفريق الموسم بلا هزيمه. وبالمناسبه الخبر ده يمكن ناس كتير ما تعرفش ان واحد من الكوادر الاداريه الهامه جدا في نادي الاتفاق السعودي هو شاب مصري مثقف وناجح جدا اسمه حسام بدير. حسام من مواليد محافظة كفر الشيخ، وحصل على شهادة الفيفا ماستر، ودي أعلى شهادة في الإدارة الرياضية لكرة القدم في العالم، وحقق نجاحات كبيرة جدا مع الاتفاق السعودي من عام 2021 ولحد النهاردة. معانا على التليفون حسام الدين بدير، مدير التسويق والتطوير الأعمال بنادي الاتفاق السعودي. أهلا بيك على شاشة قناة النادي الأهلي يا حسام. اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن، وشكرا جزيلا على ذوقك وعلى التقديمه الجميله. احنا بنسعد بالتواجد على قناه النادي الاهلي، قناه نادينا العظيم. يعني احنا اللي بنسعد بيك طبعا، يعني واجهه مشرفه يعني الحقيقه. ربنا يخليك، انا مشجع اهلاوي وافتخر بده يعني. واحنا نفتخر بيك كمصريين وكاهلاويه بوجودك في مكان مهم جدا في نادي الاتفاق. ربنا يخليك، وبتقدم مسيره ناجحه جدا وانت في سن صغير كمان. ربنا يخليك عبد الرحمن، ربنا يخليك. لسه قدامك كمان كتير تقدمه وانت في السن ده، ما شاء الله عليك. يعني هبدا معاك مباشره من التعاقب مع ستيفن جيرارد، ازاي تمت الخطوه دي لنادي الاتفاق؟ احكي لنا كده التفاصيل بقى. يعني صحيح، لا يخفى على الجميع حاليا التطور الكبير اللي بدعم من وزاره الرياضه والدوله السعوديه لتطوير الرياضه وتحديدا قطاع كره القدم في السعوديه. كان في مبادره بجلب ابرز الاسماء العالميه للدوري السعودي علشان يكون من افضل 5 دوريات على مستوى العالم زي ما حضرتك تفضلت من شويه. طبعا. احنا نادي الاتفاق الموسم اللي فات كان بيدربنا باتريس كارتيرون، المدرب السابق اللي سبق لي العمل في النادي الاهلي. معروف طبعا. مرينا بشويه ظروف خلينا نقول مش افضل حاجه من ناحيه الاصابات وغيابات بعض اللاعبين. فكان القرار بالاستغناء عن كابتن باتريس كارتيرون والبدء في البحث عن مدرب واسم كبير. طبعا كان جيرارد على ابرز الاسماء. بدانا المفاوضات على مرحلتين كانت خلال الشهر اللي فات. دعيناه بشكل رسمي لزياره النادي، تكرم هو بالموافقه، عدنا له برنامج زياره متكامل. زار النادي وبدأت عملية المفاوضات، بعدها طلب فترة لدراسة العرض ورد علينا الأسبوع اللي فات وقت ما كنا أعلنا بالموافقة. فكانت دي أبرز الخطوات، اقتنع بالبرنامج والخطة الاستراتيجية اللي احنا حاطينها، وشاف إن في نادي الاتفاق هو يقدر يحقق كل الطموحات بتاعتنا وبتاعته على المستوى المهني. فكانت دي صفقة جيرارد والتعاقد لمدة 2 سنين. طبعا احنا يعني شغالين حاليا برضو على تدعيم الفريق باسماء كبيره جدا. هل فعلا هو طلب اسماء صفقات من الدوري الانجليزي؟ هو اكيد، هو اي مدرب زي ما انت عارف جاي بشويه طموحات كمان بالنسبه له هو، واحنا عيننا معاه كمان مدير رياضي ومدير تنفيذي لكره القدم، فتقدر تقول ان الاستاف الاداري كله جايب طموحات جديده، ففي اسماء كبيره جدا ان شاء الله نقدر نعلن عنها الفتره الجايه، لكن هي اسماء كبيره جدا جدا لا تقل اي اهميه عن الصفقات اللي اعلنتها الانديه السعوديه خلال الاسبوع اللي فات. يعني احنا بنشوف طبعا اسماء كبيره جدا في الدوري السعودي في الانديه الكبيره كمان بالذات، لكن هل قدرات نادي الاتفاق على توفير متطلبات جيرارد والمنافسه في الصفقات السعوديه الكبيره دي؟ اكيد عبد الرحمن، نادي الاتفاق هو واحد من اعرق الانديه السعوديه، يمكن الفتره اللي فاتت دي ما كانتش من افضل فتراته، لكن هو احد ابرز الانديه واكثرها حصولا على البطولات، وهو من اوائل الانديه، واخد الدوري السعودي قبل كده كمان، معروف طبعا الاتفاق. طبعا طبعا، فهو اول نادي حتى اداريا احنا بنصنف النادي رقم 1 في الاداره الرياضيه المحترفه على مستوى المملكه. ده سؤالي اللي جاي بالمناسبه حسام، فكره الحوكمه والتطوير الاداري اللي انت وصلت لها، وازاي وصلت مع نادي الاتفاق لانه يكون الافضل في الدوري السعودي على الصعيد الاداري؟ صحيح، هو يعني اكيد ده عمل فريق متكامل، ما اقدرش انسب الفضل ده لنفسي، بالعكس
كل العاملين في الإدارة، من أول مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، كل الزملاء في فريق العمل. إحنا مهتمين جدا بملف الحوكمة. وتبسيطا بس لملف الحوكمة علشان السادة المشاهدين، ملف الحوكمة بيتكون، أيوة أنا عايزك تشرح، اشرح ملف الحوكمة ده بالظبط بقى يعني. هو 5 ملفات رئيسية أشوف إن أي نادي رياضي سواء سعودي أو عالمي، وبالتحديد حتى إن شاء الله مصري قريبا، لازم يهتم بيه. هو معيار الاستراتيجية والقيادة، إن النادي لازم يكون عنده خطة استراتيجية واضحة لمدة 5 سنوات، لا تقل عن 5 سنوات، وخطة للإدارة والتشغيل، إن هو إزاي الإدارات الأساسية، إدارة التسويق، إدارة تطوير الأعمال، إدارة العلاقات العامة، الإدارات الرياضية بتقدر تشتغل، والتحكم والرقابة، إزاي الصرف، بنود الصرف، الأنشطة واللوائح، اللوائح الداخلية لفريق كرة القدم، للفرق النسائية، للفرق الرياضية المختلفة، والإدارة المالية. أنت عارف عنصر مهم جدا عندنا في نادي الاتفاق هو معيار الكفاءة المالية، لأن بدون معيار الكفاءة المالية أنت ما أنتش قادر على أي إبرام أي ملف تعاقدي أنت بتطمح ليه. وأخيرا الملف اللي أنا بأشرف عليه وهو ملف الأنشطة التسويقية والفعاليات مع الاستراتيجية والقيادة، اللي هو إعداد خطة كاملة للنادي من ناحية تطوير ومن ناحية استثمار وتطوير أداء رياضي من قطاع تطوير الأعمال. ده يعني بشكل مختصر. طيب هسألك سؤال كده جه في ذهني، وهو سؤال أكيد بيتردد في أذهان الناس كلها دلوقتي، هل الكرة السعودية بالصرف اللي بتصرفه ده، بالإمكانيات الكبيرة دي، باللعيبة والأسماء الكبيرة اللي جت دي، حققت الموسم اللي فات ده ربح عالي؟ يعني وكريستيانو رونالدو مثلا حقق ربح للنصر أكبر من اللي اتدفع في كريستيانو؟ بص، خلينا نقول إن ده مشروع على مدى طويل. طبعا ثمرته مش بتبان بعد نص موسم، احنا بنتكلم على ابرز التعاقدات كانت تمت بنهايه الموسم اللي فات، سواء النصر مع كريستيانو رونالدو او كريم بنزيما او ستيفن جيرارد مع نادي الاتفاق. لكن ده واضح جدا على مدى التفاعل والاهتمام بقنوات عالميه ورعاه بداوا يحرصوا بمتابعه الدوري السعودي. اهتمام كبير حصل على ستيفن جيرارد من الصحافه الانجليزيه، اهتمام عالمي برونالدو وبنزيما، البث في اكثر من 40 قناه على مستوى العالم للدوري السعودي، تحقيق ايرادات ورعايه. يعني احنا الموسم الجاي مش يعني خلينا نقول نادي الاتفاق، احنا الموسم اللي فات نجحنا في عقد 13 صفقه رعايه. نادي النصر كذلك، وكل الأندية نجحت في عقود، جلب عقود رعاية بأرقام عالية جدا تتكافأ مع الأسماء اللي موجودة في الدوري السعودي. ده واضح حتى في معدلات البث التلفزيوني والاهتمام بالقنوات العالمية. واضح فعلا. كل دي مصادر دخل يعني بتدخل للدوري السعودي والأندية السعودية بالطبع. طيب برضو اللعيبة العرب والأفارقة اللي جم، انتوا طبعا جايبين أحسن حارس في العالم مثلا، مندي جابوه الأهلي أو الهلال تقريبا، والاهلي جاب، اهلي جده جاب لعيبه برضو عالميين. يعني بص انت تقريبا جبت في اللعيبه الافارقه برضو ناجولو كانتي اللاعب الفرنسي طبعا من اللعيبه اللي اضافت للدوري السعودي تسويقيا جدا. كل اللعيبه دي هل في اتجاه للعيبه مصريين وعرب بقى كمان لتدعيم الانديه في الدوري السعودي؟ انتوا مثلا في الاتفاق هل في اتجاه للعيبه مصريين عرب افارقه؟ يعني بص، دي حاجه احنا ما نقدرش نخفيها عن الجمهور، احنا علاقتنا بالنادي الاهلي علاقه ممتده من سنين. ويعني وكل تعاقدات نادي الاتفاق مع النادي الاهلي بتحصل في البيت زي طبعا ما احنا بنسمي في النادي الاهلي. تعاقد مع حسين السيد او احمد الشيخ ده حصل جوه اروقه النادي الاهلي. نادي الاتفاق من الانديه المحترفه جدا في التعاقدات، فلو في اي توجه للاعب سواء في النادي الاهلي او في اي نادي مصري بيتم من خلال القنوات الرسميه، لو النادي ده على ذمه، لو اللاعب على ذمه تعاقد مع نادي. اما لو لاعب حر فاكيد احنا اتعرض علينا اسماء كبيره جدا الفتره اللي فاتت، اسماء بتلعب في منتخب مصر من الناديين الكبيرين وعلى ابرزهم النادي الاهلي. في بعض الاسماء بتطرح للفري ايجنتس او بعض اللاعبين اللي لسه على ذمه النادي، لكن تاكد وكل الساده المستمعين والمشاهدين ان اي تصرف النادي هياخده بيكون من خلال القنوات الرسميه مش بأي شكل تاني. ده شيء ما فيهوش شك، يعني احنا علاقة نادي الاتفاق والنادي الاهلي علاقة
قديمه جدا وعلاقه محترمه جدا جدا، لكن واضح ان في نوايا حتى مش في نادي الاتفاق بس، في الانديه الثانيه، ان يبقى في لعيبه مصريين او عرب او افارقه بشكل عام يعني. صحيح صحيح، دي اكيد اللاعب المصري من يعني من افضل اللاعبين على مستوى الوطن العربي، واسماء كبيره جدا احنا شفناها مؤخرا ازاي عندها القدره الفنيه، واكيد دي من الاسماء المهمه جدا لاي نادي سواء نادي سعودي او نادي عربي. يعني صح معاك حق، اكيد حجازي عامل سيزون ولا اعلى، طارق حامد نفس الكلام، وحتى اللعيبه التجارب اللي قبل كده في الدوري السعودي من اللعيبه المصريين معاك حق طبعا 100%، تاقلمهم اسرع كمان من اللعيبه الاوروبيين اكيد. اكيد احنا عندنا يعني كابتن حسين السيد وقت ما انتقل من نادي الاتفاق يعني كان من افضل باكات الشمال اللي كانت في الدوري السعودي كاملا، ويعد من افضل اللاعبين اللي مروا على نادي الاتفاق كلاعب مصري او لاعب عربي محترف. ما شاء الله. طيب هروح معاك بقى لبرنامج دعم الكره النسائيه اللي عاملاه الاتحاد السعودي، يعني عامله الاتحاد السعودي ده بيوصل لاكثر من 50 مليون من مع الصرف على الكره النسائيه. هل نادي الاتفاق متداخل في القصه دي بتاعه الكره النسائيه وانتشارها في السعوديه في الوقت الحالي؟ صحيح، هو برنامج يا عبد الرحمن مش بس الكرة القدم النسائيه، بل هو برنامج لدعم الرياضه النسائيه كامله، مش الكرة بس يعني، كل الرياضات التانية المختلفة. كل الرياضات، كل الرياضات. فأنا يعني نرجع خطوة كده، نادي الاتفاق كان في فترة من الفترات كان فيه بس 7 لعبات أخرى غير لعبة كرة القدم وكرة القدم للصلاة. حاليا احنا عندنا أكثر من 37 لعبة رياضية سواء من الرجال أو السيدات. ما شاء الله. اهتمام كبير جدا بالرياضة النسائية، احنا ابطال المملكه في تنس الطاوله، في بعض الالعاب زي التايكوندو، زي سباق الدراجات، فاهتمام كبير جدا بالدعم. مفهومه بسيط جدا، كل ما تفتح انت العاب وتبدا تضم ليها يعني كوادر او اسماء مهمه من ابناء البلد او المقيمين في المملكه، النادي بيرشح لحصد نقاط اكبر، وبالنقاط دي تمكنه من الحصول على دعم اكبر من الدوله، لانه في الاخير مشروع تطوير الرياضة النسائية بيصب في مصلحة تطوير المملكة عموما. فهي دي وجهة نظر يعني الدعم مرتبط بوجود تطوير فعلي على الأرض يا حسام، مش كده؟ ده اللي أنت قصدك تقوله. صحيح صحيح، يعني احنا عندنا 5 محاور مهمة جدا في الرياضة السعودية عشان تكونوا معانا في الصورة. هو ملف الحوكمة، وده بيدعم الأندية جميعا للتطوير. ملف تطوير الألعاب المختلفة، وجزء فيه مهم هو تطوير الرياضة النسائية. ملف الحضور الجماهيري، واكيد شفنا ازاي ده اتطور جامد، اتطور كتير قوي يعني. المتوسط الحضور الجماهيري لمباريات الدوري السعودي بتتعدى ال 25 و 35,000 كل مباراه، اللي بنامل ان هي تعود قريبا في مدرجاتنا ان شاء الله. ان شاء الله. تطوير المنشات الرياضيه، وازاي تكون المنشات على مستوى عالي جدا، خصوصا مع استضافه المملكه ل 2026، فده احنا شغالين حاليا على ملعب خاص بينا، وهنكون من اوائل الانديه السعوديه اللي ليها ملعب خاص وخلاص شرف على الانتهاء. وملف اخر هو ملف التحول الرقمي، الديجيتال ترانسفورميشن، وازاي النادي بيتحول من عمل ورقي الى عمل الكتروني حديث ومحترف. دي يعني أقرب. الحقيقه حسام واجهه مشرفه جدا، وانا يعني انا استمتعت بالحوار معاك جدا، واعتقد الجمهور كمان استمتع باللي هو بيسمعه منك ده. انت يعني اضفت لنا كتير جدا جدا النهارده. التطور اللي فيه المملكه ده، ان يبقى في شاب مصري في المكانه اللي انت فيها دي في نادي الاتفاق اللي هو احد الانديه يعني المهمه في الدوري السعودي ده، فعلا انا بهنيك عليه، وشيء يسعدنا جدا، وبالتوفيق، وبتمنى لك التوفيق يا حسام دايما، وبشكرك جدا على المداخله دي.